السلام عليكم أصدقائي، ما رأيكم أن نخرج ونقوم بجولة بسيطة في مدينة مراكش؟ الجو حار 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 جدا، ما زال فصل الصيف هنا بمراكش. سوف نخرج الآن في جولة أصدقائي مع بعض. مدينة مراكش لن نستطيع أن نتعرف عليها كلها في يوم واحد، لذلك هذا اليوم سوف نذهب إلى جزء من مدينة مراكش، لأني قررت إن شاء الله أنه يوم غد أسافر معكم طبعا إلى المحيط الأطلسي ونسافر مع بعض إلى البحر. سوف أدعها لكم مفاجأة، لكن الآن دعونا نذهب إلى المدينة ونتعرف على جزء بسيط من المدينة. يلا تعالوا، لا نريد أن نضيع وقت. بسبب الزحمة الدائمة في مدينة مراكش وضعت السيارة هنا بالقرب من البانهوف، يعني بالقرب من محطة القطار. هي محطة القطار. أحب كثيرا هذه المنطقة، هنا محطة القطار كما تلاحظون. هذه هي محطة القطار هنا بمدينة مراكش، وبأمامها يعني أمامها مباشرة يوجد المسرح. شفتم هذه البناية؟ لحظة، هذه البناية هذا هو المسرح الملكي، يعني مسرح رائع ومسرح كبير. هذا هو البانهوف، محطة القطار. هذا الشخص يوجد من زمان هنا، وهذا هو المسرح، مسرح مدينة مراكش. أنا غالبا دائما أذهب إلى هذا المكان، يمكن أيضا الذهاب من هنا، لكن دعونا نذهب إلى هذه المنطقة. منطقة جميلة، فيها أيضا فنادق كثيرة أصدقائي، وهناك يمكن أن نجلس ونغير جو. يلا، إحساس جميل وغريب لما الإنسان يرجع إلى أصله ويرجع إلى وطنه، يعني رغم أنه أنا أعيش من زمان أوروبا وفي ألمانيا، إلا أنه لما ترجع إلى أصلك وترجع إلى وطنك كتحس بقيمة الوطن وكتحس بقيمة الأصل، جذور. هذا هو المكان، الجذور. الفروع هي موجودة في ألمانيا في أوروبا، لكن الجذور هي موجودة هنا بالمغرب. كان لازم نطلعوا في مثل هذه الباصات السياحية أصدقائي، لازم أجربه معكم، نجربوه مع بعض أصدقائي إن شاء الله. نزلت الآن إلى منطقة اسمها جيليز بالمدينة الجديدة. منطقة جميلة، هي رائعة، يعني فيها شوبين. سأحاول الآن أن أقوم بأخذ قسط من الراحة لأن الجو حار. سوف أجلس بجنب هذه النافورة، نافورة الماء، وبعد ذلك نذهب إلى هناك. هناك توجد حديقة كما تلاحظون. قمت بتحويل وتصريف مبلغ 250 أورو وحصلت على 2692 درهم، يعني تحويلة جيدة، تحويلة جيدة أصدقائي بصراحة، يعني بصراحة. جيت لهاد الحديقة تسمى جنان الحارتي، حديقة جميلة وسط زحمة منطقة جيليز. جيليز هو سنتروم، يعني وسط المدينة. هنا أيضا الشمس شوية اللي قوية، هنا توجد ألعاب أطفال.
هذه الأثناء لا يوجد عدد كبير من الناس لأنه ما زالت حرارة وسط هذه الحديقة التي تقع في منطقة جيليز وسط المدينة. هنا تلاحظوا معي أيضا مكتبة متنقلة بيبليوتيك، مكتبة متنقلة لمن يرغب بالقراءة، يمكن الذهاب هنا أخذ أي كتاب يحب، يجلس في أي منطقة هنا يقرأ الكتاب في الطبيعة وبعد ذلك يعيده، يعني شيء جميل بصراحة. بصراحة الله لا يحرم أحد من زيارة بلده ومن زيارة وطنه، إحساس جميل، إحساس رائع لما يعني الواحد يأتي من أجل زيارة بلده ومن أجل زيارة وطنه. للأسف لم أتمكن من أخذ إجازة أطول، إجازة أكبر، أخذت إجازة قصيرة لكن قلت ضروري ضروري أن أقضيها في بلدي. مهم من خلال هذه الجولة الأولى، جولة تعريفية بمدينتي أو جزء بسيط من مدينتي، بسبب الحرارة المفرطة وضيق الوقت سوف نسافر كما قلت لكم غدا إن شاء الله، سوف أسافر إلى البحر، إلى المحيط الأطلسي، وأقضي هناك يوم أو يومين على حسب، وبعد ذلك أنطلق إلى مدينة أخرى بجانب مدينة الدار البيضاء كازابلانكا. لا أعرف أي مدينة سوف أزور هناك، إما أزور المحمدية أو أزور الجديدة إلى آخره، وبعد ذلك نرجع إلى مراكش لأنه في مراكش يجب أن نكتشف أماكن أكثر جمالاً. ووسط المدينة سأريكم وسط المدينة التي يأتي لها ملايين من السياح، تسمى بساحة جامع الفنا، سوف نزورها أيضا. وأيضا ماذا سوف سأريكم أيضا الثانوية التي المدرسة التي كنت أدرس بها عندما كنت في المغرب، وسأحكي لكم أيضا الأسباب التي جعلتني أغادر المغرب إلى آخره من الأمور. دعونا نكمل الرحلة. رائع هذا المكان بصراحة، الواحد ينسى زحمة المدينة المليونية، يعني مراكش فيها تقريبا 2.5 مليون نسمة هكذا، يعني مكان جميل جدا. أريد فقط أن أريكم شيئا، سوف نقوم بقطع الطريق. الطريق في مدينة مراكش وفي الشوارع الرئيسية تنقسم دائما إلى ممرات متعددة، في هذا القسم تأخذ إلى هذا الجانب وفي هذا القسم تأتي بهذا الجانب، لكن هنا في الوسط هو فقط للحافلات الكهربائية. أصدقائي شفتم هناك راه جاية حافلة كهربائية، هاي جاية حافلة كهربائية. هكذا عندنا الشوارع بمدينة مراكش يعني انقسم، وهذه الحافلة التي تذهب يعني بالمازوت هي التي تذهب عادي في الوسط. أصدقائي يوم حار جدا جدا، تعرفوا ماذا اشتهيت أصدقائي؟ اشتهيت حاليا شاي مغربي بالنعناع، لكن قبل ذلك أريد أن أريكم هذا الأمر أيضا يوجد في مراكش خصوصا في وسط المدينة والمدينة القديمة. بإمكانكم أيضا عندنا دراجات مثل ما يوجد أيضا في ألمانيا كما تلاحظون هنا، الدراجات يمكن لأي شخص أن يقتنيها ويذهب بها في جولة في المدينة، وكل مكان فيه ممكن أن تعيد الدراجة. مثل هذه الأماكن هنا الدراجات موجودة تقريبا في كل مكان، ممكن أي شخص أن يأتي الآن ويقتني هذه الدراجة عن طريق تطبيق معين، تأخذها وتعمل بها جولة، وتوجد أماكن متعددة للدراجات. الآن أنا وصلت كما تلاحظون، ووصلنا لمحطة القطار أين وضعت السيارة. سوف أرجع الآن إلى البيت، اشتهيت كأس شاي أصدقائي.